عودة لكم مشاهدينا الكرام في جزءنا الثاني من برنامج وظائف عبر روتانا خليجية، ومن ضم إلينا أيضا مؤخرا في هذا البرنامج طبعا أرقام التواصل وطرق التواصل متواجدة أسفل الشاشة، فيسبوك تويتر ويوتيوب بلاك بيري واتساب. نسعد أيضا بانضمامكم من خلال صفحة برنامج وظائف ومن خلال الصفحة الشخصية لي أنا محمد الرديني، وأيضا لكل ما يوصلنا في هذا البرنامج. نذهب إلى فقرتنا الأخرى، وأيضا إعاقة مشاهدينا الكرام خمسة حروف لكن تعني أيضا أكثر من ذلك. هذه الإعاقة مشاهدينا واللي أرقت الكثير من بلدان العالم هنا في المملكة العربية السعودية في جانب التوظيف، مراكز كثيرة جدا قدمت دعمها الكامل لجانب المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام. نتابع هذا التقرير لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ونعود مع ضيفنا. الإرادة وحدها تنجز المستحيلات. شباب وشابات من هذا الوطن تجاوزوا مرحلة الإعاقة إلى مرحلة الإنجاز. لم يكن للكرسي المتحرك حجر عثرة أمام طموحاتهم وآمالهم. همة، عزم، شرف العمل، كسب الرزق، تلك هي عناصر المعادلة بالنسبة لهم. وتعرفت على ناس كثيرة هنا وقفوا معي لأني داخلة هنا مرة صغيرة، كان عمري كان 15 سنة، وتعلمت كثير ولولا الله ثم ناس كثيرة هنا أنا ما وصلت لهذا المكان. لكنها معادلة لا تكتمل دون تأهيل وتدريب وقناعة من الجهات الباحثة عن موظفين. وهنا كان لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة قول وفعل. مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة كيان قدم ولا زال يقدم الكثير في مجال الإعاقة. مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة أعطاني الفرصة، تدرجت في وظائف، حتى الآن يعني أصبحت أعمل منسق البرنامج الوصول الشامل. الحمد لله شغالين مجهودات يعني الإخوان بالمركز، الحمد لله يعني شغالين وقدرنا نسوي شيء لإخواننا المعاقين. يعني أبحاث ودراسات، برامج وفعاليات، شعاره قول واحد: علم ينفع الناس. وفعله إنجازات تعدت الحدود فأصبحت أنموذجا عالميا في مجال الإعاقة. علم ينفع الناس، ما أجمله من قول تطرب له القلوب قبل الأذان ويكتمل إذا اقترن بالعمل. فالعمل بالتأكيد هو ثمرة العلم. علم ينفع الناس يا سادة يا كرام، شعار مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة. ضيفنا في هذا الأسبوع سعد دكتور سلطان بن تركي ستيري، المدير التنفيذي لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة. أهلا وسهلا دكتور. أهلا ومرحبا. يعطيك العافية دكتور سلطان. يعني أتوقع الدقيقة هذه يمكن شخص ثانية واحدة من العمل المتواصل والدؤوب، حدثنا عن مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة. مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بدأ برؤية من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، الذي رأى أن الطريقة المثلى لمواجهة الإعاقة هو من خلال برامج مقننة، برامج بحثية تلامس احتياجات الناس وكذلك حاجاتهم. وبدأ البرنامج أو بدأ المركز بإطلاق عدد من المبادرات المهمة. كانت أولى المبادرات هو النظام الوطني للمعوقين. هذا النظام توج بموافقة من المقام السامي، حيث في فقراته يراعي جميع احتياجات المعاقين من الحصول على التعليم والتدريب والتوظيف والحقوق المختلفة في حياتهم. النظام الوطني باختصار إذا تشرح لنا أستاذ المشاهدين المتابعين خاصة من هم من فئة المعاقين. النظام الوطني للمعوقين هو نظام يشمل في فقراته المختلفة حقوق المعوقين في الاندماج في المجتمع والحصول على القدرات التي تؤهلهم أن يكونوا أشخاص منخرطين في الحياة اليومية على مختلف أوجهها. هذا النظام تم نقاشه في هيئة الخبراء، ثم أقر من المقام السامي من عدة سنوات، وكانت المملكة من أولى البلدان في المنطقة بإقرار مثل هذا النظام. نعم دكتور سلطان، أهم يعني احتياجات المعاقين، أنت مركز بحثي أكيد عملت بحث على العديد منهم، إيش الأشياء اللي يحتاجوها خاصة فيما يهتم جانب التوظيف والبحث عن لقمة حلال ولقمة حلال؟ يعني مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة هو مركز فريد من نوعه، يقوم على مقولة
دائما يرددها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان: علم ينفع الناس. لابد أن العمل الذي يقوم به مركز الأمير سلمان هو عمل يلامس حياة الناس واحتياجاتهم، وخاصة المعوقين منهم. كان هناك عدد من المبادرات المختلفة. عندما نتكلم عن انخراط المعوقين في المجتمع، لابد أن يكون هناك 4 أسس رئيسية لانخراطهم في المجتمع ومساهمتهم في المجتمع. أولا، ثقتهم بنفسهم، أنهم لابد أن يكون على ثقة أنهم قادرين على الانخراط والعطاء. ثانيا، رغبتهم بالانخراط بأوجه الحياة المختلفة. ثالثا، إرادتهم للانخراط والتفاني في الحصول مثلا على الوظائف في مثل ما هذا البرنامج يتكلم عن. رابعا، قدرتهم على أن يكونوا أصحاب عمل أو في مواقع عمل مختلفة. نعم، بالنسبة تفضل. فقام المركز على استشفاف لهذه الاحتياجات المختلفة. المعاق، نظرة المعاق في كثير من الأحيان المجتمع ينظر للمعاق نظرة عاطف، وكثيرا من الأحيان المعاقين لا يريدون هذه النظرة. ونجد أن هناك في كثير من الأحيان في جميع بلدان العالم تجد أن شخصا يحاول استدرار عطف الناس بسبب إعاقته، ولكن هناك معاقين نبغوا وكان لهم مبادرات وكان لهم مشاركات ولهم عطاءات في بلدان مختلفة ومجتمعات مختلفة. بدأنا نرى أن لابد من إيجاد بلورة برنامج لتكوين هذه الثقة وتكوين هذه الرغبة. صحيح. ومن ثم بدأنا في برنامج طموح، وهو تسهيل البيئة لهم للانخراط في المجتمع. كانت هناك عدد من تفضل. أنا كنت بوقفك عند البيئة، يعني دائما إحنا نقول نهيئ البيئة. طيب، هل البيئة اللي موجودة الآن غير قابلة إنه المعاق يكون متواجد فيها؟ البيئة، عندما نتكلم عن البيئة فإحنا نتكلم عن يعني أوجه من البيئة مختلفة. الفكر، فكر المجتمع أن المعاق غير قادر على العطاء. البيئة العمرانية، سهولة الوصول، التنقل، البيئة العملية بوجود دورات المياه المخصصة، بيئة العمل، ساعات العمل، مراعاة احتياجات المعاق أن يكون رجل فاعل فيها. لذلك قام المركز بعد قيامه بتكوين النظام الوطني للمعوقين، بدأنا ببرنامج طموح، برنامج هو برنامج سهولة الوصول، تسهيل التنقلات والبيئة للمعوقين أن يكونوا منخرطين في المجتمع. هذا البرنامج هو برنامج على مدى 5 سنوات، قمنا باستقطاب عدد من الخبراء من حول العالم وإثراء المعرفة بتجارب الآخرين. صحيح. سواء كان في أمريكا أو في أوروبا أو في آسيا. ووضع بالأخير برنامج متكامل للبيئة يستطيع أي إنسان الحصول عليه من موقع المركز. إحنا تكلمنا في بداية الفقرة هذه وذكرت دكتور سلطان أنه المعاق أو المعوق يعاني من دائما من نظرة أنه هو ضعيف ومستضعف، وهذه النظرة قد تسئل. لكن إحنا شفنا الآن في كثير من القرارات، على جانب المثال الآن إلى الحصر على قولتهم وزارة العمل قدمت واحد من القرارات اللي موجودة للجهات وحمسوا وتعطي حافز. أنت يا المعاقين الآن وظفوا معاقين، وترى نظاما هيحسب الواحد مكان 2 أو ربما أكثر أو 3. هل أشياء ما كانت تضايق حتى المعاق واستدعت كثير من الجهات أنه تقول يا جماعة الخير هذا راتبك خذ نهاية الشهر يعطيك العافية لا تجيني؟ هناك أرباب عمل يعملون ذلك وهناك معوقين يعملون ذلك. نعم. ولكن بالعامة هناك عدد من المعوقين الذين أثبتوا جدارتهم ووجودهم على ساحات مختلفة، سواء كان في الأعمال أو سواء كان في الهندسة أو سواء كان في الطب أو كان سواء في الحياة الاجتماعية المختلفة. وهناك كثير من أرباب العمل الذين شاركوا المعوقين في همومهم وكذلك فتحوا لهم المجال أن يكونوا فاعلين في المجتمع. لا. إحنا لو نركز على شيء واحد اللي هو أنت المعاق على أن يكون في وظيفة لابد أن تهيئته أولا ذهنيا أنه قادر
وثقته بنفسه وكذلك تهيئته مهنيا أنه يقدر أن يؤدي وظيفة. الإعاقة ليست إعاقة جسدية، هناك معاقين حسيا في النظر أو في السمع، هناك معاقين إدراكيا، حتى الآن لا توجد إحصائيات دقيقة في المملكة لعدم وجود التشخيص الدقيق للإعاقات المختلفة وكذلك تفاوت فيها. الشيء الثاني أنه لابد من تهيئة البيئة. تهيئة البيئة احنا نقوم ببرنامج طموح مع وزارة العمل، وأنا أشيد بدور معالي وزير العمل في هذا المجال في توظيف المعوقين. نحن شركاء مع وزارة العمل في عدد من البرامج، أحد أهم البرامج مركز الأمير سلمان صاغ برنامج متكامل هو التأهيل المهني لتوظيف المعوقين. هذا له جهتين مختلفتين أو شقين مختلفين. الشق الأول اللي هو تهيئة المعاق أن يكون قادر على أداء عمل، والشق الثاني هو تهيئة المكان العمل أو العمل ككل أن يسمح أو يجعل المعاق يكون مشارك في هذا العمل. هذه استغلنا قدرات المركز وعلاقاته الدولية باستقطاب خبراء وصيغ برنامج متكامل، ونعمل مع وزارة العمل لتهيئة وغرفة التجارية لتهيئة بيئة العمل، ونعمل مع المعهد المهني. احنا شفنا مبادرات يا دكتور سلطان كثيرة جدا، وطبعا من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وحتى انه في مراكز توظيف فقط جندت انفسها، صحيح انهم ماخذين نصها، لكن يعني جدت أنفسها خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وحتى فئة المعاقين تحديدا. دكتور سلطان، نتكلم بأمانة وأنت تترأس واحد من المراكز الكبيرة، يمكن يكون الأوحد في المملكة العربية السعودية، مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، مستقبل الموظف المعاق الآن، نتكلم على نظام التقاعد، هل هو يشمل يعني هل الأنظمة للأسوياء إن صح المعنى تتناسب مع المعاق وطبيعة المعاق فيما يخص التأمينات الاجتماعية، نظام التقاعد، الإجازات وأشياء أخرى؟ المعاق يتساوى مع أخوانه، لكن ظروف الآن الصحية، لما تتكلم مثلا عدد الإجازات السنوية 40 يوم مثلا بالنسبة للجهات الحكومية وحتى الجهات الخاصة، يعني يمكن هم يحتاجون إلى إجازة أكثر. لابد أن نراعي أن هناك حق لمن ابتلاه ربي بأن يكون مثل الأسوياء. فمثلا كثير من الشركات أو مثلا الشركات التأمين الطبي تحاول أن تضع ضوابط على هؤلاء الأشخاص، لأنهم هم يعني مصدر إدرار لكثير من الأرباح التي في كثير من الأحيان لا يحبذون أنهم يكونون في البوليصة التأمينية. صحيح. أماكن عمل كثيرة لائق صحيا، ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أن الشخص المعاق الذي يعاني من مشاكل طبية سوف تحرمه من الحصول على وظيفة، يحبذون الحصول على شخص ليس لديه مشاكل طبية لأسباب التأمين الصحي أو أسباب الغياب عن العمل أو أسباب ساعات العمل؟ هذه أمور لابد أن تراعى، لهم حق مثل غيرهم، وهناك قوانين تحمي حقوقهم ومشاركتهم. دكتور سلطان، يعني يمكن وصلنا إلى نهاية طبعا هذه الفقرة، بدي يعني توجه للسادة المشاهدين دعوة أيضا، كيف يتم الاستفادة من مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة أو أهل المعاقين؟ مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة هو مركز لكم، منكم وإليكم، وهو مركز يتبنى مقولة علم ينفع الناس. نتمنى من جميع أخواننا وأخواتنا الاستفادة من القدرات والإمكانيات التي موجودة في المركز، وكذلك الاستنارة بآرائهم وكذلك احتياجاتهم، لنكون جندا مجندين لمصلحتهم واهتماماتهم. دكتور سلطان بن تركستي، رئيس التنفيذي لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، شكرا لك لحضورك، أتمنى لك التوفيق. أيضا الدعوة الآن اللي يتابعنا يدخل على جوجل ويشوف أيضا معلومات كثيرة. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا.